بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف بأن الله سبحانه وتعالى يسأل الملائكة فيقول هل قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم يا رب. فيقول هل قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم يا رب. فيقول ماذا يقولون؟ فيقول حمدك واسترجع. فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الأخ عطوفة محافظ محافظة طول كرم، اللواء عصام أبو بكر حفظه الله، الأخ رئيس البلدية، الأخ رئيس الغرفة التجارية، الإخوة، الأخ رئيس لجنة الإصلاح وأعضاء لجنة الإصلاح المركزية، الحضور الكريم، اسمحوا لي باسمكم جميعا وباسم عطوفة محافظ محافظة طول كرم أن نقرأ سورة الفاتحة على روح الشهيد معتز أحمد غراب وعلى روح شهدائنا الأبرار. صدق الله العظيم. وأتشرف إخوتي جميعاً أن أرحب بكم آل عبد الحي خاصة وأقاربهم وعموم أهالي الطيرة والمنطقة وبكل أهلنا في فلسطين التاريخية المحتلة، أن أرحب بكم باسم عطوفة محافظ محافظة طول كرم الأخ اللواء عصام أبو بكر ممثل فخامة الرئيس أبو مازن رئيس دولة فلسطين، ونقول لكم باسم الجميع أهلاً وسهلاً بكم في بيتكم، بيت كل الفلسطينيين، بيت الشعب، وكل التحية باسم عطوفة المحافظ والد الجميع وراعي كل أبناء المحافظة. أن أرحب بكم وبعموم شباب وشيوخ آل غراب وأقربائهم وأهالي مخيم الصمود مخيم طول كرم. واسمحوا أهلنا أحبتنا أن نبدأ مجلسنا الخير هذا بالأخ الحاج أبو عاطف الشافعي رئيس لجنة الإصلاح المركزية بالمحافظة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. الأخ اللواء عصام أبو بكر حفظه الله، الأخ رئيس البلدية أبو يعقوب، أخونا أبو مصطفى رئيس الغرفة التجارية، الإخوة زملائي في لجنة الإصلاح، نرحب بكم جميعا. اسمحوا لي أيضا أن أرحب بإخواننا الضيوف من طيرة، طيرة المثلث، وأنا بعرف أن الطيرة تاريخيا تابعة طول كرم، إحنا أهل وأنتم تابعين من محافظة طول كرم، وإحنا معكم وأنتم سندنا وأنتم عزوتنا. بنرحب بإخواننا آل غراب الكرام مخيم طول كرم، ولا نزال تابعينكم، إحنا شرف، شرف إلنا، شرف إلنا، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم إخواني الكرام. يعني إحنا مع الصلح، مع الصلح. الحادث المؤسف الذي أودى بحياة الطفل معتز أحمد غراب قبل حوالي 7-8 سنين، يعني إخواننا أهل الطيرة برضو من أيامها ما قصروا، كلفونا أخذ عطوة عشائرية وتم تجديد العطوة وقاعدين للحق، واللي قاعد للحق كأنه دافع الحق وزيادة. بارك الله فيكم. كمان نشكر إخواننا آل غراب اللي استجابوا وامتثلوا للصلح وما زالوا ممتثلين للصلح إن شاء الله، وإن شاء الله اليوم بده يكون صلح سعيد ومشرف
للطرفين إن شاء الله، وبطلب من آل غراب إنهم يعني يلبوا طلبنا بالصلح، وبطلب من أخونا أبو فايز يساعدني، هو بده يطلب الصلح. ولا رايحك أبو فايز؟ خلينا رايحك. تفضل أبو الصامد. أبو الصامد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني الحضور، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت هذا الصرح العظيم الذي يمثله محافظ محافظة طولكرم اللواء عصام بكر وإخوانه وزملائه والجهة الكريمة مع حفظ الألقاب والأسماء، نحيي الجميع وأهلا وسهلا فيكم. نحييك إخواني آل غراب، إحنا من أول يوم ما قصرنا إن شاء الله، لأني أنا بحكي باسم دار الحي، ونشكر دار الحي أعطونا الثقة أني أحكي باسمهم عبد الحي. والحمد لله ظلت الأمور ماشية، إلا السير كبوات والسير أصوات أخطاء وشوية زعل، لكن الحمد لله في الآخر تم كل شيء، تجاوزنا وتغلبنا عليها وتغلبنا على كل هذه الأحداث، وتوصلنا للصلح، وإن شاء الله إن بنروح مصلحين متحابين، وإن شاء الله متسامحين، وما بدنا نطول عليك ونزود ونعطي أشياء كثير. إحنا جايين نطلب راية الصلح باسم آلي عبد الحي وبثاء وأبو غسان خاصة، ونتمنى من آل غراب أن يكون الصلح طيب نفس وبتسامح وبكرم إن شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك. تفضل. شكرا لأخي وزميل الحاج أبو عاطف والأخ أبو فايز عضو لجنة الإصلاح. الجمع الكريم، أخي عطوفة محافظ محافظة طول كرم، الأخ اللواء عصام أبو بكر، إخوتي وزملائي في لجنة الإصلاح المركزية في المحافظة، وباسم كل الحضور نقول رحم الله شهيدنا وشهيد آل غراب الطفل معتز غراب، وألهم والديه وذويه الصبر والسلوان. لقد سطرتم أخي أحمد غراب وأقاربك وأهلك وأهل مخيم طول كرم العظماء، سطرتم أسمى معاني الأخوة والتسامي فوق الجراح والآلام، وكنتم على قدر المسؤولية الوطنية والاجتماعية. أحبتي أهلي آل غراب، نتشرف بسماع نبل أخلاقكم وصوتكم، صوت العفو والمحبة والاحتساب عند الله سبحانه وتعالى. أخي أبو علي الخولي فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. باسم محافظ محافظة طول كرم الأخ اللواء عصام أبو بكر، وباسم الإخوة رئيس بلدية طول كرم ورئيس الغرفة التجارية والأخ أبو صامد أمين سر حركة فتح والأخوة الحضور، وباسم الأخ رئيس لجنة الإصلاح المركزية، إذ نكرم هذه الجاهة الكريمة من طيرة بني صعب وعلى رأسها نائب رئيس بلدية الطيرة، إذ نكرمهم بإعطائهم العفو والصفح عن ابنهم تبعا لقوله تعالى: والقاضمين الغيظ والعافيين عن الناس والله يحب المحسنين.
صدق الله العظيم. بالطبع باسم آل غراب وأقربائهم وأنسبائهم وعلى رأسهم الأخ أبو سامر. الكلام كله هذا حياك الله. نعم معالي، هاي فيه 125,000 شيكل موجودات. موجودات نعم يا سيدي. إن شاء الله العوض بوجه الكريم، رحم الله ميتكم الشهيد معتز إن شاء الله. شكرا للأخ والزميل أبو علي الخولي على هذه الكلمة الطيبة. شكرا آل غراب، فهذا طيب الكلام والموقف لم نتفاجأ به، بل هذا ما عهدناه بكم يا من قدمتم الشهداء والأسرى والجرحى. شكرا لكل شخص فيكم، وبارك الله فيكم، ورحم الله الشهيد الطفل المعتز غراب، وعوضكم الله كل خير. أخي أبو عدي، عطوفة محافظ محافظة طول كرم، بك دوما نبدأ درب الخير، ومنك نستمد عزيمة الطريق نحو الهدف. وبعطوفتك أبو عدي أبو الجميع والأخ والصديق، نتشرف بمسك ختام الخير، فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس البلدية ونائب بلدية الطيري، تحياتنا له للأخ مأمون عبد الحي والأخ ثائر سليم أبو غسان، رئيس البلدية سابق. أهلا وسهلا، أهلنا في الطيري. أخونا رئيس البلدية أبو يعقوب، أخونا رئيس الغرفة التجارية الأخ إبراهيم أبو حسيب، لجنة الإصلاح أخونا أبو عاطف وجميعه. وكمان مرة بنكرر لك العزاء رحمة الله عليه أخوك. بنستذكر كمان دائما أخونا أبو الرائد في هذه المناسبة. أهلنا في المخيم، مخيم طول كرم العزيز، أخونا أحمد غراب وأبو سامر والجميع وجميع الشباب من المخيم. هذا مخيمنا الصامد. أخونا العزيز إياد جراد أمين سر الإقليم. مش شايف أنا الأخ فيصل كمان، الجميع بلا استثناء، جميع الحضور. إحنا يوم الخميس إخوان كنا عند أهلنا في المخيم آل غراب، شفنا الكثير منهم المعزة والاحترام والتقدير، وغمرونا بلطفهم. وبنعزيكم كمان مرة بوفاة معتز رحمة الله عليه شهيدا. ودائما وأبدا احنا بنقول قضاء الله قد وقع، وقدره قد قدر، وما لنا إلا أن نقول دائما الحمد لله. نحتسبه شهيدا، وإن شاء الله بعوضكم خير عنه. وبشكركم على هذا الموقف العظيم. حادث الطرق عادة يعني ما حدا بحب يصير أي خلل مع أي إنسان، لكن حصل ما حصل رحمة الله عليه. وأنا بشكر كمان أهلنا في الطيري دار عبد الحي وأهلنا في الطيري والجميع على موقفهم وإصرارهم الدائم على الوقوف أمام الحق. والابن ابنكم يعني ما حدا برضى إنه يعني كل واحد فينا إذا ما صار حادث بستاء، سواء كان هو سبب الحادث أو ما وقع عليه الحادث. فشكرا لكم، وإحنا في هذه المناسبة دائما وأبدا فخامة الرئيس بوصينا
وهذا تقليد وعرف قديم جدا في الوطن. رجالاتنا أجدادنا ورثونا دائما أن نذهب باتجاه الصلح وأن نسعى دائما بإنهاء أي مشكلة أو أي خلاف أو أي حالة بتحصل في هذا الوطن. وأنا بشكرهم أخواننا أبو عاطف وأخونا علي والجميع الوجوه الطيبة اللي بنستند عليهم دائما في تحقيق السلم الأهلي وفض الخلافات والصراعات وحتى قضايا الدم العالقة واللي دائما بنواجهها. فإحنا يعني الشكر دائما لهم، وهذا وصية فخامة الرئيس أبو مازن أن نتمسك دائما بأخيارنا برجالاتنا بكبارنا في التدخل في حل المشاكل ما بين الناس. وأيضا وصيته لأهلنا إنه إحنا نتسامح ونوصل لمرحلة أن تستمر الحياة وأن يستمر مشروعنا الوطني في ظل وضع يكون صحي ما بيننا. فإحنا يعني هذا الاحتلال الإسرائيلي أم أي جهة كانت، كانت دائما تستغل المشاكل ما بين العائلات. هو بالوضع الطبيعي لازم إحنا نكون في عنا حل للمشاكل تبعتنا، ولكن في ظل الاحتلال يجب أن نكثف عملنا في فض النزاعات لأنه الاحتلال يستغل. والوصية الثانية اللي حكينا إياها فخامة الرئيس أبو مازن أن نتمسك بأهلنا في فلسطين التاريخية، أن نتواصل نحن وإياكم، أن نعزز العلاقة فيما بيننا. هذا شأننا دائما، الهم واحد والتحدي واحد. وبكل مراحل ومحطات العمل النضالي والكفاحي والوطني ضد هذا الاحتلال كنا يدا بيد منذ 48، ما قبل 48، منذ وعد بلفور لحد هذه اللحظة، والانتفاضات التي مرت علينا تثبت ذلك، ويوم الأرض يثبت ذلك. لدينا شهيد في الطيبة بجانبكم ولديكم شهداء عندنا، نحن وإياكم نفس المصير. واللي في هذه المناسبة اللي إحنا نترحم كمان مرة على معتز، إلا أننا بدنا نقول بدنا نستمر في العلاقة فيما بينكم ما بيننا. هاي رئيس البلدية عندنا أخونا أبو يعقوب، وهي رئيس الغرفة التجارية، في جوانب كثيرة لازم إحنا نتواصل إحنا وإياكم، نكثف الزيارات سواء تيجوا عندنا ولا بنيجي عندهم. هاي ضرورة وطنية غير موضوع النسب والعلاقة التاريخية والامتداد الطبيعي. اللي يعني بستذكر انه من الطيري من دار عبد من شو اسمه رئيس البلدية طارق عبد الحي، اللي كان ما يقصر مع اهلنا في قلقيلة ولا في طول كرم في أزمات كثيرة، ما كان يقصر نهائيا كل الجوانب. وحتى في يعني مرة سمعت انه في موضوع الكهرباء كان لهم دور مميز في الزمانات انا بحكي. فاحنا اهل وعائلة واحدة، بشكركم على هذا الموقف وبنبارك الصلح. مبروك علينا جميعا ورحمة الله عليك من مرة، وبنقرأ الفاتحة على روحه وعلى أرواح كل شهدائنا. شكرا لعطوفة المحافظ الأخ اللواء عصام أبو بكر على هذه الكلمات الصادقة التوجيهية الجامعة، حفظك الله ورعاك. والآن مع أخونا أبو غسان
رئيس البلدية. لا ننسى أن نحيي أمين سر الإقليم الأخ إياد الجراد أبو الصامد، الأخ فيصل صامي رئيس الخدمات، شكرا على مجيئكم. تفضل. السلام عليكم وبسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي بيعرفنيش أنا الدكتور وليد ناصر نائب رئيس البلدية نيابة عن أخي وعزيزي مأمون عبد الحي رئيس البلدية. سيادة عطوفة أبو عدي محافظ محافظة طول كرم وسيادة رئيس البلدية ولجنة الصلح، أشكركم باسمي وباسم الوفد الحاضر معي من بلدية الطيرة ومن الطيرة كلها، بقول إنه موقفكم هو موقف الرجال، إنكم حافظتوا وتحافظون وما زلتم تحافظون على وحدة هذا الشعب. إحنا شعب واحد اللي قسموا الاحتلال لأرقام 67 و48، ولكن الأرقام بتكسمناش، إحنا بنضلنا طيرة بني صعب اللي هي جزء لا يتجزأ من محافظة طول كرم، ولنا الشرف وإن شاء الله بتعود تكون محافظة من محافظات طول كرم. سيادة رئيس أبو مازن لما بيعرف شو بقول لما يقول لازم نحافظ على وحدة شعبنا، لأن الأشياء اللي بتجمعنا هي أكثر بكثير من الأشياء اللي بنختلف عليها، وخاصة إذا كان الأمر هو قضاء وقدر حسب الموقف اللي موجودين فيه. وحدة شعبنا أثبتت في الانتفاضة الأولى وفي الانتفاضة الثانية، إن كان من طرف شعبنا في 48 عندما كان لازم نكون ظهر لأبناء شعبنا في 67، أو موقف شعبنا في 67 لما كنا إحنا دائماً ورحين نكون دائماً بحاجة إلكم، إنكم أنتوا الكوة اللي بتعطونا إياها إن نتعايش مع الاحتلال الإسرائيلي وتحت الحكم الإسرائيلي. فالشيء هو مفروغ منه إنه لازم نحافظ على وحدة هذا الشعب مهما كلف الأمر، لأنه برد عيد الأشياء اللي بتجمعنا هي أكثر بكثير من الأشياء اللي ممكن نختلف عليها. أعزائي أهل الفقيد، لا شك إنه فقيدكم هو فقيدنا، ولكن مخيم طول كرم، مخيم الصمود، مخيم الشهداء، مخيم الأسرى أبى إلا إنه يعلمنا دائما معنى الرجولة في موقف رجولي. صعب جدا إنك تقوم من مأساة إنك تفقد ابن وتوقف عجريك وتمد إيدك للصلح وتعفو، ولكن هذا من شيم رجال، فبحييكم وشكرا لكم على حسن الاستقبال، وإحنا أبناء شعب واحد ولازم نحافظ على العلاقة مهما كان الثمن، لأنه من شان مصلحة أولادنا، صحيح يسقط شهيد هنا أو هناك، ولكن مصلحة شبابنا والجيل القادم تتطلب أن نكون شعب واحد. فأثبتوا أنكم أنتوا ميالين لهذا الموضوع أن احنا أبناء شعب واحد، وإحنا إن شاء الله مش أكل منكم. في النهاية باسمي وباسمكم بنشكر لجنة الصلح وعطوفة المحافظ على الموقف المشرف اللي قاموا فيه، وخلونا نضلنا محافظين على وحدتنا. شكرا لكم، وفي النهاية الفاتحة على روح الفقيد. شكرا للأخ وليد ناصر نائب رئيس بلدية الطيري على هذه الكلمات الطيبة. والآن نترككم مع الأخ جميل مهنا سكرتير لجنة الإصلاح المركزية ليتلو علينا سك الصلح مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. طول كرم مخيم 5/1/2020 عفوا. طول كرم مخيم طول كرم الطيري المثلث فلسطين تحت رعاية عطوفة محافظ طول كرم السيد اللواء عصام أبو بكر
وبحضور لجنة الإصلاح المركزية ودائرة السلم الأهلي بالمحافظة ورئيس الغرفة التجارية ورئيس بلدية طول كرم وأمين سر إقليم فتح طول كرم وبحضور آل أبو غراب وآل عبد الحي ووجهاء مخيم طول كرم ووجهاء المحافظة تم عقد راية الصلح بالمحافظة حيث وجه علي عودي مدير دائرة السلم الأهلي بالمحافظة عريف الصلح كلمة حية الجميع باسم عطوفة المحافظ حيث كان الصلح على أثر وفاة الطفل معتز أحمد كامل غراب من مخيم طول كرم على يد ثائر غسان عبد الحي من الطيرة وقد تلاه أبو عاطف الشافعي رئيس لجنة الإصلاح المركزية بالمحافظة وحيى آل أبو غراب على تجاوبهم لنداء الصلح والتسامح كما حيى آل عبد الحي على امتثالهم للحق والعرف والعادة وقد تحدث الحاج سالم أبو معمر أبو فايز عضو لجنة الإصلاح المركزية بالمحافظة باسم آل عبد الحي خاصة وحيى عطوفة محافظ طول كرم مستعرضا نبل وتسامح آل أبو غراب وتجاوب آل عبد الحي وقد طلب باسم آل عبد الحي وباسم الحاج أبو غسان خاصة وباسم عطوفة المحافظ طلب الصلح من آل أبو غراب مع استعداد الجاهة لكافة شروط الصلح المعنوية والمادية ثم شكر علي عودي عريف الصلح خاصة كل المتحدثين وتسامح آل أبو غراب وصبرهم داعيا آل غراب للرد على نداء الصلح وقد أجاب الحاج حسن خولي أبو علي عضو لجنة الإصلاح المركزية بالمحافظة وحيى عطوفة المحافظ وباسم وحيى عطوفة المحافظ ورئيس البلدية ورئيس الغرفة التجارية وأمين سر فتح إقليم طول كرم وأجاب باسم آل أبو غراب بالموافقة على الصلح وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وهو 125 ألف شيكل دفعت لآل غراب من آل عبد الحي بالمجلس ثم ترحم الجميع على روح الفقيد معتز غراب شاكرين نبل وأخلاق وتسامح آل أبو غراب والصلح التام وقد وجه عطوفة محافظ طول كرم اللواء عصام أبو بكر تحياته للحضور وآل عبد الحي خاصة رئيس البلدية ونائبه وكل أعضاء وفد آل عبد الحي والطيرة ورئيس الغرفة التجارية ورئيس بلدية طول كرم وأمين سر فتح طول كرم ولجنة الإصلاح وترحم عطوفته على روح الفقيد أبو رائد الشافعي ووجه تحياته لآل أبو غراب على تسامحهم وعموم أهالي مخيم طول كرم مستعرضا عطوفته حسن أخلاق آل أبو غراب وكرمهم وطيب اللقاء في منازلهم معزيا باسم الحضور ومترحما على روح الطفل معتز أبو غراب موجها عطوفته شكره الكبير لتسامح آل أبو غراب وآل عبد الحي وكل أهالي الطيرة على تجاوبهم للحق وتصرفهم المسؤول وسلوكهم الوطني الخلوق ناقلا مباركة فخامة الرئيس أبو مازن وتأكيده على الصلح والشكر لكل يد خيرة نفذت معنا وصية فخامة الرئيس أبو مازن في التسامح والوحدة لمواجهة الأخطار التي يتعرض لها كل شعبنا والتي تتمثل في استغلال الاحتلال للفرقة بين العائلات ووصية فخامته في الحفاظ على اللحمة مع أهلنا في فلسطين المحتلة عام 48 منهم فهم منا ولنا وهم أهلنا وشركاؤنا في الهم والخطر وعهدا أن نواصل معكم أهلنا في المحتل من وطننا في التواصل اليومي والشراكة المجتمعية والأهلية والوطنية شاكرا الجميع مترحما على روح الفقيد معتز غراب قارئين سورة الفاتحة على روح المرحوم معتز وكل شهداء الأمة مباركا عطوفته الصلح ثم وجه الدكتور بليد ناصر نائب رئيس بلدية الطيرة تحياته وتحيات آل عبد الحي وأهالي الطيرة وتحيات رئيس وأعضاء مجلس بلدية الطيرة وكل أهالي فلسطين هناك موجها تحياته لفخامة الرئيس أبو مازن لإصراره ومتابعته على وحدة أبناء الشعب الفلسطيني خلف كافة الحدود والأرقام فنحن أمة واحدة وعهدا أننا سنحافظ على هذه الوصية الوطنية موجها الدكتور وليد ناصر حديثه لأهالي مخيم طول كرم جميعا مدرسة الرجولة وإن صلح آل أبو غراب وتسامحهم اليوم هو موقف رجولي مستمد من رجولة وشهامة أهلنا في المخيم والوطن وهو دليل إضافي أننا أبناء شعب واحد
قام بإثبات ذلك اليوم آل أبو غراب قارئين الفاتحة جميعاً على روح الفقيد معتز أبو غراب، وعليه تم الصلح، وعليه تسقط كافة القضايا المرفوعة من أي من آل غراب أمام أي جهة قانونية أو غير قانونية أو أي جهة ذات اختصاص ضد ثائر غسان عبد الحي أو من له علاقة، وعليه تم الصلح. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا للأخ أبو علي على التلاوة سك الصلح. وفي الختام نقول: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. اسمحوا لي باسم هذا الجمع الكريم أن نقدم شكرنا لكل يد خيرة من عطوفة المحافظ وأشخاص ورجال إصلاح ولجنة الإصلاح المركزية والوجهاء وكل من ساهم في إنجاز هذا العمل الخير، ونطوي ما جرى منا. أبو علي.